يا عمو. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا قلبي. شو وقت فتحتوا؟ والله من زمان صار 10 ايام. شلون الحركة؟ شلون تشوفون؟ الحمد لله. شلون الشباب هسه؟ طلعوا كلها الحمد لله بخير. وينو؟ يا صورني انا. يا ستار يا ستار. هسه احنا بسوق المثنى، بدنا نمشي بالسوق. السوق مفتح تقريبا، حي المثنى قريب من جامع صديق رشان. زين شلون تشوف السوق؟ شلون تشوف والله بعد السوق ما يعني الحركه ضعيفه، العالم تشكو من قله الماي، وهاي الانقاض بالفروع بالشوارع. زين شو تطالبون من؟ والله نطالب انه مسؤولين يجون يشوفون الوضعيه، يشوفون الحركه، بس نطالب اهم شيء بالماي. والله شلون تعامل القوات الامنيه وياكم؟ والله يتعاونوا كل جيد. السلام عليكم. الياسين ما كان بينو؟ والله نحن هسه بحي المثنى، شارع الرئيسي من حي المثنى. شلون نشوف الحركه؟ الحمد لله الحركه ان شاء الله احسن، يعني العافيه درجات وشويه شويه، والشباب ان شاء الله ما يقصرون.
يعني تنظيفات هذه الحمد لله ان شاء الله الامور الى احسن. ايش طالبوا من الحكومه؟ والله نطالب الحكومه العدل، تساعد هاي الشباب شويه مثل ما اقول اللي تعبت من هاي البطاله، يعني شويه الحركه ازيد، البلديه شويه تحاول تكثر يعني من شغله، ولو هي ما يقصرون يعني العدل ما يقصرون، بس يعني البشر يغيد له خدمات، يغيد له كهرباء، يغيد له ماي، يعني يغيد له تنظيفات حتى ترجع ان شاء الله الحياه الطبيعيه مثل ما كانت قبل وان شاء الله احسن. لا كهرب ماكو الحمد لله، كهرب ماكو، ماي ماكو الحمد لله، ومقضيه هم نقول مقضيه الحمد لله. الماي متوفر؟ لا ابد ابد لا ماي. شنو مطالبكم؟ والله ابسط شيء نريد توفير كهرب ماي وفائده ان شاء الله نقاط تطلع في هالمدينه، يعاونون الشباب ما اكثر، هاي الشباب كلها قاعده تتبرع لله عز وجل تشتغل، ما يطالبون منهم اجور، بس يوفرون الاليات. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. شلونكم؟ الحمد لله على السلامة. ايش وقت فتحتوا؟ والله صار لنا ثلاث ايام. شلون تشوف الحركة؟ شلون تشوف الشارع؟ والله الحمد لله شوي شوي. أصب عندنا بدنا نمشي بشارع المثنى. السلام عليكم. السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايش وقت فتحتوا؟ والله صار لنا 15 يوم تقريبا. شلون تشوف الحركة؟ شلون تشوف؟ الحمد لله طبيعية، رجعت الحياة الطبيعية ان شاء الله. زين ايش تطالبون؟ ايش تريدون من والله توفير خدمات، الانقاض وما انقاض، التنظيفات. والباقي سهل ان شاء الله. ان شاء الله، الحمد لله على السلامة. ترجع الناس البلد ان شاء الله. ان شاء الله ترجع بزودكم وجودكم ان شاء الله. شلونك عيني؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو وقت فتحت؟ والله صار لي تقريبا 10 ايام. شلون تشوف الوضعية؟ شلون تشوف الحركة؟ الوضعية كلش زينة ان شاء الله. شلون تعامل القوات الامنية وياكم؟ والله كلش زين. الحمد لله على السلامة مرة ثانية. السلام عليكم. السلام. شلونكم؟ والله انا بالمصور حبيبي. هاي الفصله مالين 17. الله يسهل لكم ان شاء الله. شلونك؟ والله بخير الحمد لله. ايش وقت فتحتم؟ والله البيحه. شلون تخشى الحركه الوضعيه؟ والله يعني الحمد لله ما شاء الله ناس رايحه جاي، الحمد لله والشكر يعني رجعت الحياه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك الله يحفظك. يلا مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. شلونكم؟ الحمد لله على السلامه. ايش وقت فتحتوا؟ والله قبل يومين. شلون تشوفون الوضعيه الحركه؟ الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. Thank you.
السلامه. الله يسلمك الاخوي المرحبا. والله الباحه فتحنا. شلون شوف الحركه الوضع؟ والله الحركه شويه شويه عتصير احسن واحسن. ان شاء الله. سوقنا بضاعه جبناها من اربيل والحمد لله والشكر. الله يبارك ييسر علينا ونمشيها ان شاء الله. ان شاء الله. ايش طالبوا من الحكومه؟ والله نطالب الحكومه يعني تجي تفتح الطرق، تسوي الكهرب، الماي ماكو، المنطقه العالم تبهدلت. طبعا الناس توها تفتح وتنظف محلاتها مثل ما تشوفون. هذا المحل هسه دا ينظفوه، راح يفتحوه ان شاء الله. هذا المحل الثاني. قعدنا نتمشى بشارع المثنى مثل ما تشوفون. الناس توها تفتح، ماكوش ناس معزله، ماكوش ناس مفتحه من قبل اسبوعين، ماكوش ناس صار لها 3-4 ايام تفتح، والحركه يوم بعد يوم تزداد بالشارع، ويوم بعد يوم الناس تفتح. هذا المحل توها يفتح. السلام عليكم. السلام. شلونكم؟ شو وقت فتحتوا؟ والله صار اسبوع تقريبا. شلون تشوف الحركه؟ شلون تشوف الشارع؟ والله يعني ما هلقد، بس الحمد لله. الحمد لله، الله يسهل ان شاء الله. منفلية. السلام عليكم. هلا، وشلونك؟ هلا والله.